السفاجة طبعا تخطت المحلية، السفاجة دلوقتي انطلقت الى العالمية، وده مش كلام يعني كلام مجرد كلام انشائي، انما ده كلام واقعي. السفاجة دلوقتي تعتبر محطة علاجية مهمة في علاج بعض الامراض المزمنة، كالامراض الجلدية زي مرض الصدفية ومرض الاكزيما المزمنة والاكزيما العصبية وبعض الامراض الاخرى مثل امراض الروماتويد والروماتيزم. سفاجة طبعا بعد ابحاث اتعملت في المركز القومي للبحوث بمصر وتحت اشراف اساتذة متخصصين، وايضا اعترف دلوقتي بسفاجة كمنطقة سياحية بيئية في بعض المجلات الالمانية المعنية بامراض الصدفية، ومكتشف ما هو جديد، وايضا في بعض منظمة دولية امريكية معنية برضو بالصدفية وهي ناشونال سورايسيس فاونديشن، دي منظمة اهلية دي بتعني بكل ما هو جديد في علاج الصدفية كعلاج بديل للأدوية الكيماوية بما لها طبعا من أثار جانبية. فطبعا كون ان احنا نخش على الويب سايت ونخش في تعترف بينا كمنطقة سفاجة، فده معناها طبعا نقلة خطوة عالية وخطوة إيجابية في انطلاق نحو العالمية سفاجة. يعني أهمية مدينة سفاجة من ناحية سياحية بغض النظر عن السياحة العلاجية فقط، هي السفاجة طبعا بتعد ايه مدينة كما يقال مدينة النور والجمال والجبال والتلال والبحر والرمال، بمعنى انها جو بتاعها جو جاف، فيها طبعا شاطئ متميز جدا ملوحته عالية بينشط الدورة الدموية. السفاجة بتتميز انها خليج مغلق وبالتالي ما فيش امواج، بالتالي البحر بتاعها هادئ، اي حد بيتمتع الناس اللي عندها مثلا ربو او ناس لديها اي مشاكل في التنفس من الجو الجاف ده بيساعد ان الناس تبقى كويسه في صحه كويسه. ثاني حاجه طبعا ان السفاجه مدينه طبعا برضو جديده، فبالتالي ما فيش عليها ضغوط كان ممكن مدن طبعا الاخرى مثلا حتى مثال مثلا يعني اقل زحمه من الغردقه، وبالتالي فيها يعني نقدر نقول انها مدينه بكر يعني، مع الجو الصحي اللي فيها فطبعا بتنتقي يعني بتعتبر مدينه جذب سياحي لما تتنعتد به من مصادر كناحيه سياحيه طبعا وكناحيه علاجيه. تواجه السياحه العلاجيه في مدينه سفاجه العديد من المعوقات والتحديات التي تؤثر على الجذب السياحي في هذه المدينه، وتتمثل اهم تلك المعوقات في ارتفاع تكاليف البنية الأساسية والخدمات الرئيسية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الضرائب، مما يؤثر بلا شك على المنشآت السياحية.